تنفيذا لقرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن إعادة افتتاح باب استخدام العمالة المنزلية بدءا من يوم الاثنين المقبل الموافق 14 من سبتمبر الجاري. أشارت الهيئة إلى أنه يتم التنسيق حاليا مع مكاتب توظيف العمالة المنزلية المعتمدة لدى الهيئة من أجل ضمان الحفاظ على صحة الأسر البحرينية والأسر المقيمة في المملكة والتي تستفيد من العمالة المنزلية وبعدم تعرضهم إلى أي مخاطر صحية أو نقل للعدوى إليها، من خلال اتخاذ إجراءات احتياطية دقيقة بالتعاون مع مكاتب التوظيف. وأكدت الهيئة أن هذه الفترة تتطلب وعيا والتزاما عاليين من قبل الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا، ومحذرة من التعامل مع مكاتب غير مرخصة أو الاستعانة بعمالة منزلية بنظام الساعات من مكاتب غير معتمدة، مشيرة إلى أن ذلك له انعكاسات سلبية سواء على أمن الأسرة أو صحة وسلامة الأفراد والمجتمع. شددت على أهمية الاطلاع على قائمة مكاتب توظيف العمالة المنزلية ووكالات التوريد المعتمدة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، والتي يتم نشرها وتحديثها بصورة أسبوعية على موقعها الإلكتروني، منوهة إلى أن التعامل مع المكاتب المعتمدة يمكن المستفيدين من ضمان حقوقهم وعدم تعرضهم إلى أي مخالفات لأنظمة الاستقدام ومطابقة الشروط، داعية الجميع إلى الاطلاع على القائمة قبل التعامل مع أي مكتب.